حكينا انه الفانكشن هي الدوال، وباختصار انه هو عبارة عن كود مخزن، تمام، او مجموعة من الخطوات المخزنة، وممكن انه انت تعيد استخدامها، وشفنا كيف طريقة التعريف، تمام. الان بدي اركز لك في جزئية انه في البايثون في عندنا مصطلحين، اللي هو البيلت ان فانكشن والفانكشن اللي احنا بنعرفها. شو معنى بيلت ان فانكشن؟ فانكشن او دوال معرفه بشكل مسبق في البايثون. اي حاجه انت مرت عليك احنا استخدمناها بين قوسين هي عباره عن داله. اي حاجه انت عندك في البايثون اخذناها قبل هيك عباره بين قوسين عباره عن داله، انه في لها قوسين عباره عن داله. زي ايش؟ البرنت بطبيعه الحال. البرنت عباره عن داله. شو كمان اخذنا؟ في عندي دالة الانبوت، مش هي عبارة عن اقواس، تمام. شو نوع الدالة هذه؟ لو زعلتك في الامتحان تحكي انه الدالة هذه built in. ايش معناها built in؟ معرفة بشكل مسبق في البايثون، او موجودة بشكل مسبق في البايثون. يعني بيجي البايثون ومع الدوال هذه معرفة، بس انت ما عليك الا انه انت تستخدمها. شو كمان كذلك؟ دالة التايب، دالة الفلوت، الانت، إيفال، كل هاي الشغلات انت ممكن انه انت تختبرها بنفسك. في بلس كمان انت عندك. انت عندك دالة البرنت. في عندك دالة الانبوت. هذه الرسالة اللي حتطلع للمستخدم، تمام؟ ما دام في انا عندي قوسين يبقى عبارة عن دالة. أول ما تشغلها على طول بتتنفذ. تمام؟ ايش في عندك كمان دوال؟ اخذنا دالة التايب. بالضبط، وتحدد نوع. ايش التايب تبع ثلاثة؟ انتجر. وثلاثة واربعة من عشرة فلوت. و اي بي سي عبارة عن سترينج. قد دالة هذه؟ دالة بلت ان معرفة بشكل مسبق. شو كمان دوال اخذنا؟ اخذنا دالة الانت. بتحول لك من string لانتجر. دالة الفلوت كذلك. شو كذلك؟ دالة الايفال. شو حكينا الغرض من دالة الايفال؟ evaluation لايش؟ لا اكسبريشن. ايفالويشن لا اكسبريشن، تمام. هدول كلهم اللي بين اقواس هدول عباره عن دوال معرفه. طيب في عندي النوع الثاني، النوع اللي هو الدوال اللي احنا بنعرفها. كيف بنعرفها؟ باستخدام الدف، تمام. وصلنا لموضوع الارجمنتس المره الماضيه، وصار في عندكم تشويش وارباك وعدم فهم في موضوع الارجمنتس، تمام. حكينا انه الدوال عاده حليت منه اول جزئيه، قلت له بنحل بطريقتين، قلت له طريقه وطريقه ثانيه قلت له المحاضره.
حكينا انه انت بتعرف الداله بالدف تمام، وبتختار اسم مناسب للداله انه هذه الداله بدها ترحب، فهنا بتاخذ النيم بتساوي انبوت ركز معي يا استاذ ركز معي عشان تشوف الفرق بين التنتين. arguments وبدون arguments. طبعا انت تعال شغل الان مش حيصير في عندك ولا شيء، حيجي حيطلع الكود هذا، هذا الكود حيطلع انه هو عبارة عن تعريف دالة مش حينفذ منه ولا حاجة. متى حينفذه؟ لما يصير استدعاء. فبالتالي هنا ما فيش اي شيء. فالان تيجي تستدعي، اول ما حيجي يشغل عند سطر 6 هي استدعاء الدالة تمام. هاي في عندي اي سترينج بلا بلا بلا، ورجعنا كمان مره استدعينا. بدي اوصل لك اياه انه انت عند سطر 6 حيبدا ينفذ، لانه باقي الاسطر فوق هو عباره عن تعريف داله وهذه اسطر فاضيه، فحيجي اول سطر حينفذه رقم 6. ايش راح يسوي؟ راح يقفز لسطر 1 ينفذ 2 و 3 وبعدها يعود للسطر ايش؟ 7 حينفذه. بعديها حيصير في عندي في سطر 8 كمان استدعاء، حيقفز لسطر 1 ينفذ 2 و 3 وبعديها حيرجع وين؟ على سطر 8. هيك بصير الاجراء. شوف كيف؟ بعملش 7؟ لا بشغله. ركز معي يا استاذ، بقول لك انه عند سطر 6 راح يقفز لسطر 1 بشغل 2 و 3 وبعديها حيرجع لسطر 6 ينفذ السطر اللي بعده، حيعمل جملة الطباعة، بعديها حيجي على سطر 8 حيلاقي في استدعاء دالة. ايش حيسوي؟ حيقفز على سطر 1 ينفذ 2 و 3 وبعديها حيرجع خلاص خلص الكود بيكون تمام. هيك تسلسل التنفيذ، هيك تسلسل التنفيذ. فهنا هاي احمد، هاي طبعا البلا بلا بلا، وبعديها صار استدعاء كمان مرة، راح ينفذ سطر 1 2 3 كمان مرة، وهيك خلص الكود تمام. هذا كتسلسل ترتيب انه كيف بيصير الاستدعاء. ليش ما طبعش ايش؟ ما هي طابعة يا استاذ. احنا بعد سطر 8 حاطين حاجة تمام؟ طيب هذا الكلام سليم؟ واضح؟ إذا في حدا عنده مشكلة يحكي، لأنه هذا كلام بنبنى عليه شغلات تانية كتير، فبده يكون عندك الشجاعة الكاملة أنه أنت تحكي يا جماعة، سلم نفسك، ترفع إيدك وتقول يا جماعة أنا مش فاهم. في حدا مش فاهم؟ هذه إيش بدك؟ إيش بدك طيب؟ انت اختار ايش بدك. انت هذا اسم انت بتختار، يعني ويلكم بالنسبة لك مهضومة. طيب انا حورجيك هلقيت كيف انه انت تغيرهم دفعة واحدة تمام. بتروح بتضغط هنا تعمل تختار من القائمة ريفاكتور، وبعدين بتختار رينيم. هيك المبرمج المحترف بيعمل، مش بضطر انه هو يغير الاسم هنا ويروح يغير هنا وهنا، لحالها تلقائي بتتغير. فبتضغط هنا ريفاكتور رينيم، وبتختار الويلكم بالنسبة لك مهضومة. اذا بدك اسم تاني بنحط لك
خلاص ويلكم ماشي. فبقول لي انه موجودة هاي في السطرين هدول سطر 6 وفي سطر 8. بقول له دو ريفاكتور تغير كله تغير دفعة واحدة. نعم طيب نيجي للنقطة الثانية. هاجت ما حدش رفع ايده وما حدش استسلم فبالتالي انا بفترض انه انت عندك شك يعني هاي شغل. ايش اسمك انت؟ محمد. هلا محمد بعدين بلا 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 وهي كمان مرة حازم. ملهاش علاقة إلا إذا كان القصد تبعك إنه أنت تسجل أساميكم في المحاضرة المصورة يعني إنه أنت بدك تأخذ شهرة هيك يعني. طيب هجيت ما حدش رفع إيده وما حدش قال إنه أنا مش فاهم فبالتالي إنه أنا كلكم بدي أفترض إنه أنتم كلكم فاهمين وبدي أبلش في إطلاق النار. هجيت هنا دالة الويلكم هذه ما بتاخد arguments هدول يعني اللي بنحطهم بين الأقواس يعني هنا دالة البرنت هذا ايش بسميه؟ string هو عبارة عن باراميتر مررته للدالة بنسميه باراميتر او argument. تمام؟ هجيت هذه ما بتاخدش argument بدنا نخليها تاخد argument. كيف؟ بدل ما انت تاخد الانبوت هنا تمام هذا السطر بلغيه بصير ملوش داعي على طول راح علم لك اياه انه النيم هذه فيها اشكاليه. البي شارب بيقول لك unresolved reference name هذا النيم مش معرف مسبقا. بقول له ما تقلقش انا امرر لك اياه هنا في الداله. خلاص راح التعليم. فبالتالي الاستدعاء عندك هنا هيختلف. كيف هيختلف؟ هجيت هذا هيقبلوا منك؟ لا. لا ليش؟ شوف الايرور معايا. شوف الايرور ايش بقول لك؟ ويلكم قوسين. اول ما تشوف قوسين هي معناها انه هذا كلام انه هذه الداله تايب ايرور. هذه الداله ايش مالها؟ محتاجه لبروبوزيشنال ارجمنت. خلاص انا قلت لك argument هو الباراميتر اللي انت بتمرره للدالة. ايش بقول لك؟ انه هذا هو النيم مطلوب انت ما مررته. تمام؟ فبالتالي هنا ايش بروح بسوي؟ بروح بحط الargument هذا بحط احمد او خلينا مع الاثنين اللي بدهم يدخلوا عالم الشهرة محمد تمام وهنا عشان ممكن يكون البارامتر ريدابل يعني الكود مقروء بالنسبة لإلك أكتر أو مفهوم أكتر إنه أنت بتحط هيو عن إيه على طول بروح بيعمل لك أوتو كومبليت نيم بتساوي إيش معلم عليه هنا بي شايفها شايفها على الـ LCD بي هذه بي تمام بي بي تقيلة يا استاذ بي 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 لتحت تمام تمام سواء بالطريقة هاي او بالطريقة هاي بزبط. البايثون بيقول لك اللي بريحك انت والله عارف انه الدالة هذه بتاخد باراميتر واحد هاي محمد تمام. هنا لما نيجي يدخل لما عند الاستدعاء ايش راح يصير؟ انه القيمة تبعت النيم هذا عبارة عن متغير. هو صحيح باراميتر او argument ولكنه متغير. ليش انه متغير؟ لانه اول مرة احنا مررناه محمد والمرة الثانية حازم قيمته بتتغير بالضبط. فهنا وكأنه انت بتقول له انه النيم بتساوي
محمد بالعملة هذه بالطريقة هذه بالاستدعاء انه انت اديته بين قوسين انه محمد، ففعليا انه النيم راح تساوي محمد، وهي نفسها هاي الجملة انه البراميتر اللي فوق القيمة تبعته هاي نفس البراميتر، البراميتر اللي فوق قديش قيمته؟ هذا السترينج حازم، تمام؟ هذا السطر ملوش لازمة، بس انا كتبته عشان ابين لك انه في الاستدعاء هذا وكأنه صار انه النيم بتساوي محمد، فبالتالي صار فيه له قيمة لما انت تيجي بتطبع بتطبع لك اياه. هاجت انت فري، انت حر بدك تستخدم بالطريقة هذه مقروءة مفهومة بالنسبة لإلك استخدم، بدك تستخدم بالطريقة هذه أوضح بالنسبة لإلك شايفها، بعد هيك أنا متأكد أنه أنت حترتاح مع الطريقة هاي. أنه أنا في عندي في الدالة باراميتر اسمه نيم بيساوي هاي قيمته، تمام؟ واضح يا شباب؟ وللمشككين بدنا نشغل اللي أولهم أبو شمالة. إيش اسمك الأول؟ برا أبو شمالة. فهنا هلو محمد، هلو حازم. نفس نفس من غير إنوت. تمام. هجيت شفنا الطريقتين. شفنا الطريقة هذه والطريقة هذه. لغاية الآن أنت مستوعب؟ طيب. ايش الفرق بين الطريقة هذه وايش الفرق بين الطريقة هذه؟ مين احسن، هذه الطريقة ولا هذه الطريقة؟ شفنا الفرق. طب مين احسن؟ الطريقة الاولانية احسن؟ ليش؟ لانك انت اصلا في الطريقة الثانية بتخصص الاسلام، الطريقة الاولانية بتستدعي الاسلام. لا انت غلطان. طيب انه هنا انا خصصت الاسماء بدي اعمل لك استدعاء تاني، تمام؟ او بدي اطبع لك هنا رسالة واقول لك هيو third call of the function، هذا الاستدعاء الثالث. ايش بدي اسوي في الاستدعاء الثالث؟ في حدا ممنعني؟ ايش اسمك انت؟ امجد. الشعبة كلها صارت مشاهير، تمام؟ فاجت انت اللي بيدعي انه الطريقة الثانية احسن، انه الطريقة الاولانية احسن بسبب انه هنا انه خلاص هذه الاسماء ثابتة انا بقدرش انه ندخلها بالكيبورد، هي قدرنا ندخلها بالكيبورد. وهذا الكلام ممكن تعمله على خطوتين. كيف؟ انه انت بتروح بتسوي هذا الكلام، تاخده زي هيك تحطه هنا، تمام؟ وايش بتبرر له هنا؟ هاي النيم اللي فوق اللي في الدالة، وهاي النيم اللي هنا اللي انت دخلتها في الانبوت. او هيك صارت مفهومة أكثر، تمام؟ النيم اسم الباراميتر اللي موجود فوق في الدالة، تمام؟ وهذا اللي انت أخذته في الانبوت. والله انت مرتاح انه انت تعمل الكلام كله في خطوة واحدة، تمام؟ زي ما كنا عاملين. بمشي الحال. مين أحسن، الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية. هذه شغلة، الشغلة الثانية لو سألتك في الامتحان برضو وجيت قلت لك إنه بدي إياك تحكي لي سبب ثاني إنه كيف؟ من عند وين؟ من عند سطر إيش؟ من عند سطر إيش؟ بسألك أنا. من عند سطر 8. طيب لما كان شكل الكود زي سطر 11 مفهوم؟ لما
لما كان شكل الكود زي سطر 11 مفهوم او سطر 11 بعد 8 ما هو من بعد 8 انا غيرت على الكود كان شكله زي هيك تمام هذا مثاليه في مشكلة في التحديد في الكيبورد هذا انزالية تمام هاي بعد سطر 8 هذا مفهوم بالنسبة لإلك مفهوم مفهوم ولا لا ماشي انت بتقول انه من بعد سطر 8 هاي اللي بعد سطر 8 في سطر 9 سطر 9 فاهم ولا لا لا 8 مو 8 ايش برنت 8 برنت انه هذا الاستدعاء الثالث لا بدال 9 مش مفهوم بالنسبه لإلك؟ لك بس لو انت دورت بكوس نايم ودوفه بتاعك مش فاهم انت غش اللي كانت احنا يعني سطر 7 انت فاهمه طيب حقيقة اللي اختلف في الموضوع انه هنا القيمة هذه بدل ما احطها في الكود من وين بدي اخذها من الكيبورد هذه القيمة اخذتها من وين القيمة في الكود ثابتة مين بيقدر يغيرها بس المبرمج المستخدم العادي بيقدرش يغير بيقدرش يحط القيمة هذه بيقدرش يحرر الكود تمام لكن هاي لانه هترجع قيمة ما واحد يجيب القيمة هذه من الكيبورد تمام بس هاي كل الفكرة ورحت كتبت رسالة هنا انه what is your name بس يعني هنا اطلع على رسالة هاي وبعد الاستدعاء هاي الاستدعاء الثالث هاي الاستدعاء الاول للدالة هاي الاستدعاء الثاني الاستدعاء الثالث هاي من الكيبورد احنا دخلنا مين امجد هلو امجد بس اللي سويته بعد هيك ان انا ايش سويت هدول بدل ما انا حطيت لك اياهم انه زي هيك رحت فصلت لك اياهم على سطرين ايش قلت هاي بدي اعمل لك الاستدعاء الرابع هنا انت عندك الفورث كول ايش نسوي بدي اقول نيم واحد بتساوي input what is your name وبدي استدعي الدالة ايش بدي امررلها نيم واحد نيم بتساوي نيم واحد كيف كل استدعاء ايش لا 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 طبعا لا طبعا لا هذول الجمل بدك تشيلهم بنشيل لك اياهم بس انا كنت بشرح انه هنا لما كنت اشرح كنت اورجي لك تسلسل الاستدعاء انه انت عندك سطر 5 بيقفز لسطر 1 بعد ما يخلص بروح على 6 بكمل بس هاي كل القصة في الموضوع تمام؟ طيب الآن أنا في استنى شوية بس خليني أنفذ هذا أي استدعاء؟ الثالث هاي هاي استدعاء الأول هاي الثاني هذا الثالث مين دخلنا في الثالث؟ أمجد بعدين هاي الاستدعاء الرابع إيش الفرق بين الاستدعاء الثالث والرابع؟ انه في الاستدعاء الرابع عملناه في سطر واحد كله اما عفوا الاستدعاء الثالث عملناه في سطر واحد كله اما الرابع عملناه على سطرين اخذنا الانبوت في سطر ومررناه في سطر ثاني واستدعينا الداله
تمام. ايش اسمك انت؟ شاكر. تمام. ايش يا استاذ؟ الان جربتم على الارقام فطلع عندي هاي كذا. انا اكتب مثلا 10 ارجع اكمل اكتب الرقمين اللي بعده ما اكتب تايب ايرورز. انت بتسأل في سؤال تاني خالص انه انت في الارقام اللارجست صح؟ انا لسه ما وصلت لهاش. تمام؟ انا بحل في مشكلة انه المفاهيم هذه كانت مش مفهومة في الاول بعدين من نجي نحل السؤال. تمام؟ طيب هجيب بدي اعمل لك استدعاء. احنا عملنا قبل هيك استدعاء للويلكم بدون باراميتر صح؟ ايش كان الايرور؟ هاي بدي اعمل لك اياه هنا اول واحد عشان يبين معاك بقى في الكود ايش الايرور كان. طيب ايرور ايش بقول لك؟ انه الداله هذه تاخذ بروبوزيشنال ارجمنت واحد تمام اللي هو ايش اسمه نيم. طيب رحت ايش اديته هنا؟ احمد كوما علي. ايش ايش تتوقع انه يصير؟ هيطبع احمد وعلي. مش هيطبعها. في حدا بيحكي كلام تاني؟ ايش نوع الايرور؟ هو قبل شويه تايب ايرور. بس ايش الرساله؟ هديك المرة رسالة قال لك انه انت في ارجمنت واحد مفقود مش موجود. هذه انت ما يعني هو بيقول لك المطلوب واحد وانت مررت له الاثنين. ايش تتوقع الايرور؟ يقول لك المطلوب واحد وانت مررت اثنين. هيك الايرور حيكون. المطلوب دائما هي واحد بس انت مررت اثنين. بالضبط. شوف بقول لك takes one propositional argument but two were given. تم اعطاء two parameters والمطلوب واحد. بالضبط. يبقى اول مرة استدعينا بدون arguments ايش قال لك؟ بقول لك في واحد مفقود. طب لما مررت له اثنين ايش بقول لك؟ بقول لك مطلوب واحد وانت مررت اثنين. واضح؟ فبالتالي تفهم من هذا الكلام انه عدد البراميترز انت لازم تمررها على حسب تعريف الدالة. مطلوب عندك هنا واحد يبقى بالضبط بدك تحط واحد فبالتالي هذا الكلام ما بنفعش. تمام؟ طيب خلينا نشوف هذا الكلام كيف ممكن انه احنا نعمله. بدنا function فيها two arguments وبدنا نسمي الدالة هذه def welcome full name. ايش بدي اديله؟ first و last. الاسم الاول والاسم الاخير اسم العائلة. تمام؟ ونقول له هنا كيف بعملها؟ print ايش؟ welcome comma first last. تعال عند الاستدعاء. هينا نستدعي ويلكم. شو؟ اي سادس؟ فيش سادس هنا. هذا ملف جديد. يعني انت قصدك انه انتوا رابطين المواضيع انه انا لازم انزل للسادس هنا عشان يشتغل معايا هيك؟ لا لا يا جماعة انا بدي احكي لك قصة. في واحد عنده ضفدع تمام؟ بده يعمل تجربة على الضفدع.
حط الضفدع على الطاولة خبط على الطاولة الضفدع نط. راح سجل ملاحظة بقول لك انه لما يكون في عندك ضفدع على الطاولة وتخبط على الطاولة الضفدع بيقفز. ايش راح عمل بعد هيك؟ راح اخذ الضفدع قطع رجل من رجلينه تنتين وحطه على الطاولة خبط على الطاولة الضفدع نط، بس مش زي النطة الاولى يعني انه رجله مكسورة رجله مكتوعة. تمام؟ الخطوة اللي وراها ايش سوى؟ راح قطع رجله الثانية حطه على الطاولة خبط على الطاولة الضفدع ما عملش ولا اشي. راح كتب استنتاج انه الضفدع بيسمع من رجليه. فانت لا تقول لي انه انا لازم انزل للسطر السادس عشان اعمل استدعاء للدالة. تمام؟ مش لا يعني لا 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 بدك تصحصح معايا بدك تصحصح معايا. ولا تقول لي انه انا لما اجي اقول لك انه الامتحان انت عندك داخل الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث تروح تعيد لي هذا الكلام، كلامي واضح يا استاذ؟ تقول لي يعني اللي داخل الباب الاول اللي هو كذا والباب الثاني اللي هو كذا والباب الثالث اللي هو كذا. ولا تيجي تقول لي انه لما اقول لك اكتب برنامج لادخال رقم تيجي تقول لي يعني في يا استاذ يعني اعمل انتجر. ليش انت عندك شك في نفسك يعني؟ خلاص حكيتها مره انه دخل انتجر فخلاص فيش داعي انه انت تضلك هيك عندك شك ومتردد. تمام؟ شباب الامتحان داخل كله ما عدا الباب الرابع. يعني اللي داخل الباب الاول والثاني والثالث. ليش عندك شك في نفسك هيك دائما وانت بدك تاكد على المعلومه يعني؟ كيف؟ العلامه مكان؟ يعني ممكن 25% تمام؟ طيب خلينا نرجع للموضوع يا استاذ، خليك معايا ركز معايا يا استاذ. خلاص يا استاذ لقيت انا بدي انزل عند السطر الرابع تمام واشوف انه انت تخلي اسطر فاضيه بين الاكواد تبعتك. انا ممكن اعمل استدعاء هنا من السطر الثالث تمام، بس انت من كتر شغلك مع الكمبيوتر لقيت انت تورطت خلاص يعني حتضلك ان طول عمرك تطلع في الشاشه بدك تحافظ على نظرك. تمام؟ بدل ما انت تعمل زي هيك وتضلك تتطلع وتطول انه دي فانكشن وبعديها استدعاء، لا هيك مريحة للعين اكتر. بس سيب سطر فاضي وانزل او سطرين. عند الخامس هي طلع معنا. تمام؟ طيب هجيت مطلوب تو ارجمنتس، انا بدي امشي معك بالتدريج. استدعيت بدي اعمل استدعاء بدون arguments، ايش تتوقع الرسالة؟ انت شغل مخك معايا وقول لي ايش الرسالة. طيب يعني ما تضلكش تقول لي type error. ماشي قول لي اللي بعده. مطلوب اثنين وانت ما اعطيتش ولا اشي. تمام؟ ايش بيقول لك؟ انه مطلوب اثنين two required. required يعني مطلوب propositional arguments. تمام؟ اللي هما الفيرست واللاست، وانت ما عطيتش ولا حاجة. طيب نديله طيب واحد احمد او محمد ايش حيقول لك؟ احكي لك انت جيت دخلت واحد وانا احنا اثنين. تمام؟ المطلوب اثنين وانت عطيت واحد. بالضبط. تمام؟ انه في عندك لسه واحد مطلوب اللي هو اللاست، انت اديت يعني اخذ للفيرست بس المطلوب انه انت تعطي اللاست. اللاست هنا محمد علي الملاكم المشهور. تمام؟ فهنا
ويلكم محمد علي. تمام؟ هجيت هنا بدك تعطي له واحد ثالث. ايش حيقول لك؟ بالضبط تاخذ اثنين وانت اعطيت ثلاثة فهنا بزبطش. تمام؟ طيب هيدا نخلي الكود مفهوم اكتر. هو شوف واحدة من وظائفك انت كمبرمج ان انت تكتب كود مفهوم واضح. فهنا ايش بتقول؟ انه الفيرست بتساوي هاي وبكمل لك اياها، وهنا اللاست بتساوي. يبقى هنا ويلكم فول نيم الاسم الكامل اللي هو الاسم الاول واسم العائله، الفيرست محمد واللاست علي، نفس النتيجه للناس المشككه. تمام؟ كيف بلزمش تحط فيرست ولاست، بس لو كانت موجوده واضح اكثر. يعني وكانه بتقول له انت في عندك الداله هذه، في عندك اول باراميتر هاي قيمته هاي بيساوي محمد، باراميتر فيرست بتساوي محمد اللي هو هيو هذا، والثاني باراميتر اللاست عن شيك اوضح. تمام؟ طيب يبقى هذا كلام بالنسبه لك صار واضح. بدنا نيجي الان نرجع للمساله اللي انا طلبتها منك. يفترض انه انت تقدر تحلها بعد ما انا اعطيتك هذا الشرح. ايش المساله اللي انا اعطيتك اياها؟ طلبت منك انه انت تكتب داله لادخال ثلاث ارقام وايجاد الاكبر، وبعديها النص الثاني من السؤال هذا حل لا. تمام؟ اكتب داله لتمرير ثلاث ارقام وايجاد الاكبر. فبالتالي سهل جدا ان انت الان بعد ما استوعبت وفهمت انه انت تكتبه. تمام؟ هجيب نص السؤال كان اكتب داله لتمرير ثلاث ارقام وطباعه الاكبر باستخدام معاملات. معاملات انا مقصد فيها البارامترز او الارجمنتس. تمام؟ فبالتالي هنا انا عندي الديف get largest. ليس انت بتختاره زي ما بدك. تمام؟ وبتاخذ هذه ثلاث ارقام ان واحد ان اثنين ان ثلاثة بالضبط. هنا باجي بقول اذا كان ان واحد اكبر من او تساوي، ممكن اعمل لك اياها زي اكبر من ان اثنين and ان واحد اكبر من ان ثلاثة. حكيت انت عشان تطلع من قصة انه لو دخل الارقام متساوية 3 3 3 انه يطلع له، برضو بتحط هنا يساوي. ساعتها بنطبع ان واحد. انا عندي ثلاث حالات، احتمال الرقم الاول يكون هو الاكبر، احتمال الرقم الثاني، احتمال الرقم الثالث. عشان هيك انا عندي if الف الس. لو انا عندي الحل احتمالين if الس بس، أربع احتمالات F ألف ألف ألس. تمام؟ خلي بالك هذا مفتاح لإجابة لأسئلة. لما أجي أقول لك إنه بدي إياك تطبع مثلا تقدير الطالب، تقدير الطالب كم احتمال؟ راسب ناجح، إنه لا مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز، خمس احتمالات. فبالتالي بتقدر تعرف قديش F قديش ألف قديش إلس. تحتاج واحدة إف ثلاثة إلف واحدة إلس. تمام؟ طيب إلف أن اثنين أكبر من أو تساوي أن ثلاثة أن واحد أن اثنين أكبر من أو تساوي أن ثلاثة. في هذه الحالة أن اثنين هو بكون الأكبر. إلس ان ثلاثة. تمام؟ هيك بنشغل. ايش بيصير؟ ولا حاجة. طيب
نشوف الاستدعاء الاول برضو نفس الكلام، لو انا ما اديتوش حيقول لي انه انت في عندك ثلاثة مطلوبات، فهنا يعني ممكن احكي له ثلاثة سبعة اثنين، ايش حيرجع؟ سبعة. هذه الطريقة الاولى في الاستدعاء. الطريقة الثانية انه احنا بدنا ندخل بالكيبورد، شايف كيف المرونة انه انت تعطي باراميتر للدالة بدل ما تخلي الانبوت جوا، تمام؟ فهنا بنقول له انتجر انبوت، تمام؟ هنا ان واحد نفس الطريقة. كيف؟ حل تاني يعني استدعاء تاني، لا نفس الطريقة لعند هنا حل السؤال. اه خلص الحل وعملت استدعاء، دخلت له ثلاثة وسبعة واثنين، ميل اكبر سبعة. نعم تمام. هاي 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 الطريقة الثانية برضو انتجر، او خليني انسخ هذه زي هيك، هنا عن اثنين. وعشان الشاشة ما بتكفيش، انت في عندك مرونة في الكود انه انت ممكن تنزل سطر زي هيك، شايف كيف حط لك اياهم تحت بعض، بتحط كومة، اول ما تنزل برضو بحط لك اياها نفس المحاداة، ايو ان ثلاثة، وبتسجل القوس. فبالتالي انت الاستدعاء عندك ممكن انت تكتبه في اكتر من سطر. ليش؟ عشان انه انت عندك بدل ما تقعد تعمل سكرول، زي هيك تقعد تروح لهيك وتسوي هيك، كل حركة محسوبة، تمام؟ كيف؟ كيف بدك تعملها؟ طيب وكيف بدك تفصلها؟ كيف بدك تفصله؟ ما ينفعش. انا لما تقول كل واحد انا حاطط السنتكس ما ينفعش، تمام؟ فهذه هذا الاستدعاء الثاني. شوف هاي بقول لك ان واحد اثنين تسعة عشرة، بيطبع لي عشرة، تمام؟ بدك استدعاء بطريقة ثالثة، انه انا ممكن اسوي هنا اكس بتساوي انت انبوت، وهنا بحكي له اكس، وهنا حتكون طبيعة الحال واي، وهنا زد. وجيت عند الاستدعاء X Y Z، عليكم السلام، تمام؟ ايش استخدم دائما؟ ايش الاحسن؟ كيف؟ ايش الاحسن استخدم دائما؟ يا استاذ الفكرة في الموضوع انه انت تطلع الانبوت برا، يعني حكيت هذا الفائدة تبعته انه لو كنت انت بتشتغل على الويب تكتب كود بايثون، انت بتصمم يعني بتبرمج موقع، فبالتالي الانبوت عندك مش حيكون من خلال شاشه الكونسول، هذه من شاشه السي ام دي، حيكون من خلال البراوزر صفحه اتش تي ام ال، بتدخل الاسم. انت لما قدمت طلب التحاق مكتوب الاسم، الاسم الاول، اسم الاب، اسم الجد، اسم العائله، تمام؟ كل واحد حطيته في حقل فانت اخذته، تمام؟ فبالتالي هنا لما انت جيت مررته بغض النظر وين جبته، جبته من خلال فاريبل او جبته من خلال الكيبورد، مهمنيش. انا بس هنا بورجي لك المرونة انه انت تكتب الدالة بطرق مختلفة. الان بقدر اجاوبك عليه انه مين احسن، طريقة البراميتر ولا طريقة انه بدون براميتر؟ لا بقول لك هذه الطريقة احسن، لكن هنا في الاستدعاء انا عملته بطرق مختلفة عشان اورجي لك المرونة. كيف؟ بقول لك انا ممكن احط القيم مباشرة في الكود، وممكن اخذهم انبوت من الكيبورد، وممكن اخذهم في متغيرات وامرر هذول المتغيرات.
تمام. وممكن ايش اعمل لك كمان، هي كمان استدعاء، واقول لك هنا ان واحد بتساوي 12، ان اثنين بتساوي 7، ان ثلاثة بتساوي 12. زي قصة الفيرست بتساوي محمد واللاست بتساوي علي، تمام. فبالتالي بقول له هنا الان واحد هي قيمتها، هي الان واحد قديش قيمتها، هي 12، وان 2 7 وان 3 12. كيف يعني؟ اي عدد حط القيمه اللي انت بدك اياها، تمام. هي عندي استدعاء 2 3 4 استدعاء، خلينا نجرب. فانت عندك هي الاستدعاء الثاني 2 6 4 بيطلع 6، هذا عن 1 عن 2 عن 3. الانبوت كان في الاستدعاء الدالة، استدعاء الثاني اكس وواي وزد، خلينا نقول 1 5 8 8 تمام. 12 اللي هي 12 و7 و12، مين الاكبر فيهم؟ 12 بالضبط، تمام. واضح؟ هي هذه 1 5 8 الاكس والواي والزد، هاي الأكبر منهم 8، وهذا الاستدعاء الأخير اللي هو في سطر 24. واضح يا شباب؟ تمام؟ يا حدا عندي سؤال؟ يعطيكم العافية.